World Cup 2014. موقع البناء هذا ليس إنشاءات، إنه الملعب أو استاد كأس العالم الذي سيبدأ بعد 24 ساعة. البناء ما زال قيد الإنشاء في أرينا ساو باولو، حيث ستقام اللعبة الافتتاحية بين البرازيل وكرواتيا. أجلت أعمال البناء بعد سقوط إحدى الرافعات، مما أسفر عن مقتل عاملين في شهر نوفمبر، إلا أن الفيفا والإدارة العامة لكأس العالم تبدو غير مكترثة لحقيقة أن الملعب والمدرجات لم تخضع لاختبار تحمل الضغط الناتج عن المشجعين. بكل الأحوال نتمنى لكم حظا موفقا.